بك فيك شيء؟ ما فيك شيء. بس عم راجع من امبارح وجع. يعني شو بجيب لك حكيم؟ بجيب لك شيء منيح؟ شو حاسه؟ ما في داعي ابن عمي. بس خليني اطمن عليكي، والله بغوشتيني. شو حاسه قولي لي؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. لك احكي بقى. شكلها هي تفجير الحبل. بصلاة محمد؟ يعني انت متأكدة؟ ماني متأكدة، ما بعرف، بس هيك الهيئة. يا رب ألف حمد، يا رب إن شاء الله إن شاء الله بتقبريني. إيه لكي لح روح جيب الدايت تطمن عليك، بتطمني لالي دخيل الله.